يواصل الزميل ليث بزاري رحلاته حول العالم يعرفنا فيها على الثقافات المختلفة. وقد أنهى جولة في تنزانيا وأدغالها وصور سلسلة تقارير أو صور سلسلة تقارير هناك وتعرض للعديد من المواقف الغريبة ورصد لنا عادات مختلفة. للتعرف أكثر على طبيعة تنزانيا وأبرز الأماكن السياحية فيها ينضم إلينا الزميل ليث بزاري المتواجد حاليا في جزيرة زنجبار. ليث بزاري الله 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 الله, الله. أهلا أهلا ليث. Good luck كمان. احنا اليوم في زنجبار في زنجبار. الو 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 ايوه ايوه عفوا عفوا. يلا سامعينك. ايه صباح الخير. صباح الورد. كريبو كريبو كريبو. عباري سابوهي. ايش يعني؟ وانت بخير ان شاء الله. احنا اليوم في زنجبار بسي كليف ريزورت وشايفين الشمس ورانا والطقس جميل. وبتعرفوا انا لابس اليوم لبس المساي، هي قبائل من القبائل الموجوده في افريقيا خصوصا في تنزانيا وكينيا. وبعد شوي بدنا نحكي اذا شايفين الاسوار اللي بايدي، هي شغل حذابه، هي العرق الوحيد الموجود في تنزانيا. اول من سكن هالبلد عددهم اليوم بس 1000 شخص يا جماعه، احنا التقينا فيهم عددهم بس 1000 شخص. وبعدين بدنا نحكي عنهم انه كيف هدول عايشين بالادغال، كيف انه هم حياتهم لا عندهم ماشيه لا عندهم بيوت، بس عايشين في الادغال فقط، عايشين بين الحيوانات. بدنا اسال سؤال كويس لرشا وفيصل ونشوف انتوا وعلاقتكم بالحيوانات، اذا بتعرفوا اذا سالناكم هذا السؤال، مين اخطر الحيوانات برايكم للانسان؟ اخطر الحيوانات الاسود الفهد يمكن؟ نمور الفهود. لا، او اخطر حيوان هو البعوض اللي بقتل الانسان، بيلحقوا البصل والجاموس لانه بهاجم الانسان، ثم الفيله، ثم لا لا يكون هاجموك هيبو، واخر شيء الاسود وفئه الكاف اللي هم الاسود والفهود. هاجمك شيء يا في طرق عفوا هاجمك هاجمك شيء؟ انا بتعرفوا انا عندي حب الفضول وفضلت انه اطلع من السياره اتحرك لانه لازم اجباري ما تمسك السياره، فاجت عيني بعيون اسد طبعا كان موجود في الغابه، والحل الوحيد اذا هاجمك اسد انك تفهمه بعيونك بالنظره طبعا، ما تشيل عيونك عنه. وريني النظره، ترجع الى الخلف، ترجع الى الخلف يا فيصل لانه خسره. هلا البفلو الحل الوحيد اذا هاجمك بفلو او جاموس انك تقعد على الارض وتتدحرج، لانه اذا مسكك بقرونه تعرف انه بيرفعك مثل طابه التنس، فبضل يرمي فيك للاسف لا يقتل الانسان. هلا قبيله، خلينا نحكي شوي عن الحيوانات، عن الزرافات. كمان سؤال ثاني، بتعرفوا الزرافه قديش بتنام باليوم بال 24 ساعه؟ على قد طول رقبتها ما ادري. بتنام نص ساعه باليوم وبتصحى كل خمس دقائق فقط لا غير. هلا كثير بتسالوا كيف الاسد ممكن ياكل الزرافه؟ بحل واحد، لما بتكون تشرب بتكون رقبتها في المي هيك بيمسكها الاسد او التمساح. طيب خلينا ليث نسالك عن احسن وقت للزياره في تنزانيا عشان بس نسمع نصائح. نعم سؤال كثير وجيه رشا، احسن وقت لزياره المنطقه هون ان كانت كينيا او تنزانيا بين شهر 10 11 12 1 و2 واوائل 3، لانه بعد شوي بتصير في شويه مطر، بتصير الحيوانات موسم الهجره، في من بعض التقارير حكينا عن هجره الحيوانات كيف تنتقل من المناطق الجافه الى المناطق اللي فيها خضار. طبعا بدنا نحكي كلمه لعزيزنا السائح اذا انتقل لهي المنطقه، يعني هي بتختلف عن مناطق العالم الزرناها، هي بتختلف من ناحيه انه اجباري يكون معاه سياره سفاري، ما بتقدر تفوت سيارتك، ما بتقدر تمشي على اجريك باي، بتقدر ببعض المناطق بس اغلب المناطق لازم تكون معك سياره سفاري، فيا عزيز السائح اذا سافرت على هالمنطقه لازم تحجز سياره السفاري. راح تكون عشاء جميل لاحد الفهود ولا احد الاسود. طيب لا لانه مش سهله ابدا. وطبعا في مناطق جميله، فوهة بركان نجورو نجورو الموجود هون في تنزانيا هو من اجمل المناطق، فوهة بركان صار له ملايين السنين وموجود فيه معظم الحيوانات، رح نشوفه ببعض التقارير. يعطيك العافيه، بس قبل ما تروح وخلص وقتنا ابغاك تجيب لي معك العصايه هذه، جيب لي اياها العصاي. حاضر، هاي عصاية المساي. طبعا في لغة الأزابة بيقولوا، هلا أنا قلت لكم خبري سابوحي هاي بلغة المساي، بس بلغة الأزابة بيستعملوا كلاك لانجويج، فصباح الخير عندهم هاي صباح الخير بلغة الأزابة. شكرا على وجودك معنا ليث بزاري من جزيرة زنجبار، شكرا.